السراج؟ سمع حاجة؟ في صوت؟ في أمل؟ رد عليا يا كابتن. مش قعدت تقولي أنا سترونج اندبندنت وومن؟ دلوقتي بقى قلبت على فيلينج لوست وافتح معي حوار فربما لست بخير. اهمادي بقى، خلينا نشوف الزفت الورطة اللي احنا فيها دي. فيلينج هارت بروكن ووش بيعيط. لا، وفر الوش اللي بيعيط لإيفنت الغرق، وما تنسيش بقى تعملي تشيك إن ورا البراميل. زي ما توقعت، الفريرة زي الفل، ما فيهاش كلمة، استعمال طبيب. احنا جايين نفصلها عم سيد، ولما هي زي الفل وقفت بينا ليه في عرض البحر؟ شوفي يا عزوز يا ابني، واضح ان الفريرة قطعت بنزين. نعم، قطعت بنزين ازاي؟ وانا مش اديتك فلوس علشان تفول قبل ما نطلع؟ ايوه. طب ما انا ايه ده؟ انت كان قصدك افول التانك؟ انا افتكرتك قصدك افول يعني اجيب سندوتشات فول. يعني احنا بنقولها كده، سندوتشات فول ب500 جنيه؟ مش الزاد والزوادة في طريق السفر؟ زاد وزوادة ب500 جنيه يا عم سيد. لا، الزاد ب50، الزوادة هي اللي حرقة حبتين، قطعت لها 430. هتقولوا بقى 20 اديتها للواد اللي كان بيعمل السندوتشات بعشيش ولا مدلوش؟ يعني ايه؟ هنبات هنا في عرض البحر؟ انتوا عارفين ده معناه ايه؟ ايوه طبعا، معناه للأسف إن المسلسل الهندي هيفوتني. دي الحلقة الأخيرة. يا رب صبرني صبرني يا رب على ما بلتني. واحد جاب ب500 جنيه سندوتشات فول بدل ما يفول التانك، والتانية خايفة نغرق للمسلسل الهندي يفوتها، والتالت مسقع وعامل فيها سايح إيطالي وقاعد يصطاد وسط ده كله. يا كابتن عدوس، الضياف ده مفيش أسهل منه، بس الحقيقة إن بينما أنت تلو أنا قاعد هنا أصنع المجد. وصنعته ولا لسه؟ هصنعه، بس أول ما اصطاد لما السنارة تغمز هصنع لكم مشوي ومقلي وكل اللي نفسكم فيه. أنا نفسي في نص جمبري مقلي راس وديل. يا لهوي، عناية يا نعنوعة، ده أنا طول عمري نفسي إنك تطلبي مني أي حاجة. الله الله، اللهم صل على النبي، على وشك أهو يا وش الخير، السنارة بتغمز أهي. يعني معلش برضه، يعني حضرتك مين؟ يا جماعة الغباوة دي، ما أنا بقالي ساعتين بقوله بعيد، المفروض تكون استنتجت يعني، طالع لك من الفانوس. هبا إيه؟ عفريت الفانوس يا باشا. يا باشا؟ وإيه بقى صبيت لبيت دي؟ هي مش كانت زمان شبيك لبيك؟ قال لا، مش طالع لك من البحر يا باشا، مالك؟ واسم الكريم إيه لا مؤاخذة؟ وأنتوا ليه محدود الذكاء كده؟ عفريت يا باشا يكون اسمي إيه يعني؟ واضحة، خدامك هيثم، أمره. كل واحد له أمنية واحدة بس.